تكمل في تشابتر 7. اليوم راح يكون آخر سكشن في تشابتر 7، وهو عبارة عن relative rates of growth، بمعنى أن نعمل مقارنة بين functions بتكون سريعة بتروح للمال النهائي بطريقة مثلا أسرع من اقترانات أخرى. ففي عنا اقترانات أسرع من اقترانات، أو بين قوسين اقترانات أبطأ من اقترانات. في درس اليوم راح نتعرف كيف نقدر نعرف إنه في عنا مثلا function بروح أسرع من function آخر لما x بتروح للمال النهائي. وبالتالي قبل ما أبلش بالسكشن بس بدي أعمل مشاركة للنوتس، أعطي بعض الملاحظات البسيطة والمهمة، وهي كالتالي. مثلا أول حاجة كلياتنا بنعرف إنه نرسم مثلا هاي x هاي y، مثلا رسمة هاي رسمة مثلا 2 قوة x، تمام؟ بينما هاي رسمة ايش مثلا؟ هاي رسمة مثلا نص قوة x. إذا اللي بدي تلاحظوه من هون إنه دائما الليمت لرقم a زي نص مثلا، لما x بتروح لما لا نهاية طلع الجواب صفر. يعني مثلا الليمت لنص قوة x لما x بتروح لما لا نهاية، واضح من خلال الرسم إنها لوين بتروح؟ للصفر. نفس الحاجة لو مثلا جيت أخذت الليمت مثلا لرقم مثلا 3/5 قوة x لما x بتروح لما لا نهاية، أيضا هذا الجواب راح يكون ايش؟ زيرو. وبالتالي هاي القاعدة اللي هون قاعدة صحيحة طبعا، إذا كان عندك الرقم ايش؟ إذا رقم كان عندك الرقم a ساكن في الفترة بين ايش؟ بين 0 و 1 مثلا، أو بالأحرى أحيانا بضبط كمان القيمة المطلقة تكون أقل من 1، يعني مضبوط مسموح كمان يكون الأعداد السالبة كذلك. وبالتالي بناء على هاي الخاصية هلا بدنا نشوف نلاحظ طبعا بعض الاقترانات اللي بيكون مثلا مثلا سريعة جدا، وبعض الاقترانات اللي بتكون بطيئة. فأحد الأمثلة على اقترانات مثلا بطيئة، مثلا كلياتنا بنعرف رسمة لين الإكس، so this is y بيساوي لين الإكس، وهي عند الواحد بيكون صفر. طبعا عندك هون بيكون في عنا ايش؟ في عنا هون asymptotes اللي هو عند الزيرو، لأنه بيكون اللين مش معرف طبعا، مش معرف عند الزيرو، تمام. وفي نفس الوقت ممكن مثلا نيجي نعطي مثال بهاي الصورة. مثلا نروح نشوف مع بعض الاقتران الاكسبوننشال. طبعا الاقتران الاكسبوننشال من الاقترانات السريعة جدا e قوة x، وبالتالي ممكن نلاحظ انه الاكسبوننشال هو بروح للانفينيتي، وكذلك اللين بروح للانفينيتي. يعني بمعنى لو جينا اخذنا الليمت مثلا ل e قوة x لما x بتروح لما لا نهاية، الجواب انفينيتي. وايضا الليمت للين الاكس لما اكس بروح لما لا نهايه ايضا بروح لانفينيتي. بس انو الاسرع فيهم؟ الاسرع فيهم الاكسبوننشال بروح للانفينيتي بطريقه اسرع. طبعا انا درس اليوم راح اركز as x goes to infinity، يعني انا اللي مركز عليه اكثر شيء لما اكس بتروح لما لا نهايه، تمام. فهي هي الفكره. فمثلا مقارنه مثلا الاكسبوننشال مع اللين، لو مثلا بدي اروح نشوف مع بعض مثلا رسمة اللين لحالها. لو بدي اجي ارسم مثلا اللين واجي احكي انا هي عندي رسمة اللين بهاي الصورة، هاي واي بيساوي اول حاجة بدي ابلش بالاكسبوننشال بعدين اروح على اللين. اوكي، لو جيت مثلا بس عشان افرجيكم قديش هذا الاقتران سريع جدا، لو جينا مثلا على اكس 24، لو جينا على محور اكس وجينا على الرقم مثلا على الرقم 24 بدي اروح اصوره. لما نروح نصور الرقم 24 طبعا راح يطلع معنا هون اللي هو عباره عن اي قوة 24. اذا بتشوف على الحاسبه اي قوة 24 قديش بيطلع معك على الحاسبه؟ راح يطلع معك تقريبا هو عباره عن هاف واي. الرقم اللي بيطلع معك بيمثل هاف واي تو ذا مون، نص الطريق للقمر، تمام. وبالتالي اي قوة 24 رقم بيمثل نص الطريق لوين؟ للقمر. لو واحد بده يروح مثلا على اكس ثاني مثلا، يروح لو حكينا مثلا بدنا نروح على اكس 43 مثلا، مثلا اذا بدك تروح على 43 وتشوف قديش صورتها في الاكسبوننشال، مثلا تروح على اي قوة 40 43، هاي تقريبا تعطيك ايش؟ ديستانس تو ايش؟
to the sun تقريبا المسافة للشمس. الرقم اللي بيطلع معاك هون رقم هائل جدا، وبالتالي هذا الرقم تقريبا بعطيك حوالين مسافة قريبة من ايش؟ البعد من هون للشمس. فبدي افرجيكم هلا قديش الاقتران اللين اللي بروح للانفينيتي قديش هو بطيء. بمعنى لو انا مثلا هلا بدي اجي اروح على رسمة اللين مثلا، نرجع نرسم هاي واي بيساوي لين اكس، وعلى فرض انا مثلا بدي اروح اعين الرقم 40 43 على الواي، واجي اروح اشوف هذا ال 43 صوره انو رقم في اللين، يعني بدي اروح اشوف اللين وين بقطع، يعني بدي اضل ماشي على الاكس اكسس اشوف وين 43 هي صوره اني اكس، يعني طلع كيف. بدي اروح اجي احكي هاي 40 43 هي عباره عن لين الاكس، بدي اروح اطلع قيمه اكس، فبناخذ الاكسبوننشال للطرفين، تمام، ناخذ ايكو 40 43 تساوي ايكو لين الاكس، فبتطلع معنا اكس تساوي ايكو 40 43 تقريبا ايش؟ تقريبا هذه المسافه من الشمس، بدك تمشي مسافه هون close to the sun عشان تصل للرقم اللي اللين لإله 43. مع ذلك اللين بروح للانفينيتي as x goes to infinity. فواضح انه في عنا اقترانات سريعة كثير، وواضح انه في عنا اقترانات كثير بطيئة. عشان هيك بدي اعلمك في درس اليوم، درس اليوم سهل جدا، فيش فيه غير قاعدة واحدة كالتالي. القاعدة بتحكي كالتالي لدرس اليوم. على فرض انه انا في عندي اقترانين f x و g o x، هذول الاقترانين اثنين ار بوزيتيف فور لارج اكس. ليش فور لارج اكس؟ لان انا معني لما اكس بتروح لما لا نهايه. هلا ما علينا الا نروح نطول. طبعا في عندنا سؤال هون، السؤال بحكي كالتالي: which one grows faster than the other as x goes to infinity. تمام، اذا بدنا نجاوب على هذا السؤال، انو اللي فيهم اسرع من الثاني as x goes to infinity؟ عشان نجاوب على هذا السؤال ما علينا الا شو رح نعمل، نطلع الليمت التالي، بروح بقسم واحد منهم على الثاني، اي واحد بدك تقسمه as x goes to infinity. فحطيت فوق f او حطيت g ما بياثر، اي واحد قسمهم على بعض شوف شو بيطلع معك. وخذ الليمت طبعا لما اكس بتروح لما لا نهايه. اذا طلع معك شو الجواب رح يطلع معك؟ الجواب بيطلع معك يا انفينيتي، يا رح يطلع معك الجواب زيرو، يا اما رح يطلع معك الجواب رقم. تمام؟ هلا اذا طلع معك الجواب انفينيتي then معناته اللي فوق grows faster، then f grows faster than g as x goes to infinity. واذا الجواب طلع صفر then شو النتيجه؟ then العكس، then بيكون عندك g grows faster than f as x goes to infinity. واذا طلع الجواب معك رقم finite، ال رقم finite شو بيكون الجواب عندنا؟ بيكون عندنا الجواب انه الفانكشن f and g هذول الجماعة grow at same rate as x goes to infinity. طبعا نتذكر شغلة واحدة، طلعوا كيف، يعني سهل انك ايش تلاحظ من خلال ايش؟ من خلال التعريف. لما يطلع البسط على المقام infinity اكيد البسط اكبر، وبالتالي البسط f grows faster. إذا طلع الجواب صفر معناته العكس، المقام grows faster، وإذا طلع الجواب L معناته as x goes to infinity both grow at same rate. هلا لما بحكي في جملة مهمة جدا لازم نتعلمها مع بعض، طلع كيف. لما بحكي مثلا f grows faster than g as x goes to infinity، هاي ولا إشي بتفرق انه انا احكي، طبعا هاي equivalent، equivalent بالرياضيات يعني ثلاث شحطات، equivalent انك تحكي انه
جي grows slower than f as x goes to infinity. فيا بنحكي الجملة الأولى يا بنحكي الجملة الثانية، ثنتين صح. هذا إيش؟ ملاحظة مهمة. لما بحكي f grows faster than g as x goes to infinity، معناته إنه g grows slower than f as x goes to infinity. وبالتالي لو نرجع مثلا نيجي نشوف مثلا بعض ال نشوف مثلا بعض الاكزامبلز، اكزامبلز كالتالي. مثلا لو جينا ناخذ الاكزامبل رقم واحد، شو رايكم مثلا في الفانكشن 4 قوى اكس والفانكشن اي قوى اكس؟ خلينا نشوف مع بعض انه فيهم اسرع as x goes to infinity، نشوف فيهم انه اسرع. فشو راح بسوي؟ ما علي الا اقسمهم على بعض. بيجي باخذ الليمت مثلا بقسمهم، هاي 4 قوى x وهي هون e قوى x لما x بتروح لانفينيتي، وطبق على القاعدة. هلا هذا السؤال صف سؤال الليمت اللي هو الريفيو اللي اخذناه من قبل، فهي عبارة عن الليمت ل 4 على e كلياتهم قوى x لما x بتروح لما لا نهاية. بس انا بعرف انه e تقريبا 2.718، وبالتالي لما بيجي بعمل 4 تقسيم e بيطلع الجواب اقل من 1، ومثل ما بلشت اليوم معاكم في المحاضرة بطلع الجواب زيرو بناء على درس اليوم. شايفين كيف؟ هي هون، هي من خلال الرسم، هيها زي كيف ناخذ الليمت للنص قوى اكس لما اكس تروح لما نهاية بطلع الجواب زيرو، نفس الحاجة هون، فبطلع معنا الجواب زيرو. هلا ما دام طلع معنا الجواب اسف طلع الجواب اكبر من واحد، انا متاسف، 4 على اي هي اكبر من واحد، سوري اسف، هي اكبر من واحد. ما دام هي اكبر من واحد معناته الجواب راح يطلع معنا ايش؟ انفينيتي. تطبيق مباشر. هلا ما دام انفينيتي معناته الباست جروز فاستر، فبيجي بحكي 4 قوى اكس جروز فاستر ذان اي قوى اكس، او ممكن احكي اور ممكن احكي اي قوى اكس جروز سلور ذان 4 قوى اكس، ثنتين بظبطوا. فهذا المثال الاول. نيجي ناخذ كمان مثال، لو جينا اخذنا المثال الاخر مثلا رقم 2، لو اخذنا مثلا 2 لو اخذنا مثلا 3 على 2 قوى اكس، ونشوف مع الاكسبوننشال، نقارن مع مين؟ مع الاكسبوننشال as x goes to infinity، بنشوف انه الاسرع لما x بتروح لانفينيتي، فبقسمهم على بعض على التعريف. اي واحد بدك تقسمه بتفرقش، هي 3 على 2 قوى اكس تقسيم اي قوى اكس لما اكس لوين بتروح؟ لما لا نهايه. فهي حسب الريفيو اللي اخذناه، هي عباره عن ليميت لما اكس بتروح لما لا نهايه، هي 3 على 2 اي قوى اكس لما اكس بتروح لما لا نهايه. هلا نحن بنعرف ان اي تقريبا 2.718، وبالتالي لما اضربها في 2، لما اضرب اي في 2 بيطلع الجواب اكبر من 3، معناته 3 على 2 اي هي اقل من 1، معناتها هي جوابها 0. هلا ما دام جوابها 0 معناتها بستنتج ايش هلا؟ بستنتج ان الباست، بقدر احكي هلا 3 على 2 قوى اكس جروز سلوور ذان الاكسبوننشال از اكس جوز تو انفينيتي. او ممكن احكي كمان جمله مكافئه لها، اور ممكن احكي انه اي قوى اكس جروز faster than 3 على 2 قوى x as x goes to infinity. يعني تطبيق مباشر على التعريف. بهي الصورة هي احنا اخذنا مثال لما يطلع الجواب infinity، واخذنا كمان مثال لما يطلع الجواب مثلا 0. ناخذ كمان مثال، شو رايكم نقارن مع بعض انو الاسرع، log x للاساس 3 ولا ln x as x goes to infinity؟ خلينا نشوف مع بعض. اوكي بنروح على التعريف، ناخذ الليمت ونقسمهم على بعض. هاي الليمت لما x بتروح لما لا نهايه، ومثلا لو قسمنا اللوج x على اللين، طبعا من خصائص اللوج كلياتنا بنعرف انه هو عباره عن لين x تقسيم لين الثلاث، وهي هون لين x، فبشطب لين في البسط مع لين في بسط بروح مع لين في المقام، بضل الجواب قديش؟ الجواب بضل واحد على لين الثلاث، وهي رقم، ما دام رقم
معناته حسب الديفينيشن تبعنا هون. ايوه لما بيطلع معنا الجواب رقم شو بنحكي؟ بنحكي انه both functions grow at same rate as x goes to infinity. وبالتالي بحكي ايش هلا؟ بحكي انه log x للاساس 3 and ln x grow at same rate as x goes to infinity. طبعا كل شغلنا as x goes to infinity. لو اخذنا كمان مثال مثلا رقم 4، لو جينا حكينا مثلا نشوف مع بعض مثلا انو الاسرع لان الاكس ولا مثلا ايكو اكس از اكس كوست تو انفينيتي. طبعا احنا هذا السؤال رسمناه، واضح انه ايش؟ واضح انه الاكسبوننشال طبعا كثير اسرع. وبالتالي خلينا نشوف حسب التعريف، حسب التعريف بيجي باخذ الليمت لما اكس بتروح لما لا نهايه قسمهم على بعض وهي ايكو اكس. اوكي هلا صفى سؤال ليمت من الريفيو، بدي اخذ الليمت للبسطه على مقام، ولكن حسب الهوبيتال رول هاي بتروح للانفينيتي واي على انفينيتي، فحسب الهوبيتال رول بشتق فوق وتحت عشان اطلع الليمت، فبصفي عندك الجواب ايش هلا؟ هاي عباره عن الليمت مشتقة البسط واحد على اكس مشتقة المقام نفسه، وبالتالي بيطلع الجواب الليمت لواحد على اكس ايكو اكس لما اكس تروح لما النهاية، وهي واضح ان جوابها زيرو لان يعني البسط بروح لما النهاية. ما دام الجواب زيرو معناته بستنتج هلا، بستنتج هلا انه البسط اللي هو عبارة عن ايش؟ البسط اللي هو عبارة عن لان الاكس grows slower than the exponential as x goes to infinity. او ممكن نحكي الجملة بالعكس كمان مرة، or ممكن نحكي انه ايكو اكس grows faster than ln x as x goes to infinity. فهذا هو الموجود اصلا كلياته بالنوتس عندنا هون. اذا بتلاحظوا انا اعطيتك لخصت لك هذا التعريف طبعا بقاعده واحده، حطيت لك اياهم كلهم في قاعده واحده، وحلينا مع بعض هذول الاكزامبلز كلياتهم تطبيق مباشر، كلهم موجودين قدامنا هيهم هون. هلا بدنا نشوف مع بعض اكزامبل من نوع اخر، ولكن بدي اتاكد ان الكل متابع معي. اذا كمان مره بالنسبه للتعريف يا جماعه، هون احنا عندنا اذا كان الجواب انفينيتي بنحكي انه الباست جروز فاستر، اذا طلع الجواب زيرو بنحكي انه الباست جروز سلوور، واذا طلع الجواب ال رقم، بس هذا الرقم ما عدا الزيرو عشان تكونوا فاهمين، ما عدا الصفر، يعني اي رقم ما عدا الصفر، ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب، المهم ما عدا الصفر. فساعتها بنحكي انه both functions grow at same rate. هلا ناخذ مثال اخر، مثلا example، شو رايكم بهاي الفانكشنز؟ بنرتب هاي الفانكشنز مع بعض، 2 قوة x x تربيع، ومثلا ln 2 قوة x و e قوة x، وبدنا نرتب هاي الفانكشن، يعني بنحكي order، order يعني رتب these functions مثلا from slowest من الأبطأ to the fastest للأسرع as x goes to infinity. تمام؟ نرتبهم. فشو بيجي ببلش أنا هلا؟ بيجي ببلش على التعريف، بيجي بحكي مثلا بدنا نشوف أنو الأسرع من الثاني مثلا. ممكن أخمن حاجة، طلعوا كيف؟ ممكن أصير أخمن مثلا، كيف يعني؟ يعني بيجي بحكي هاي ايكو اكس وهي نفس الباور، بس هاي الاي اكبر من لين 2، يعني الاي تقريبا 2.718 كويس، بينما لين 2، لين 2 هو رقم اقل، يعني لين 2 اقل من اي، وبالتالي هاي راح تكون اسرع. بس احنا خلينا كمان نمشي على التعريف، كمان هاي بضبط تشتغل بهي الصوره. نفس الحاجه عندك، هاي طلع شفهي عندك، انا يعني شبه هي بقدر اخمن كالتالي انه اي كو اكس اسرع من 2 كو اكس، لانه هاي تقريبا 2.718 كو اكس، شبه هي بقدر اخمن كويس. وهي كمان ايش بقدر اخمنها؟ انه هاي كمان اسرع من لين 2 كو اكس، لانه لين 2 اقل، لانه لين 2 اقل من 2. فتخمين سريع يعني هيك على السريع
ها على السريع، هذا التخمين على السريع صحيح 100%، انه اي كو اكس اسرع من 2 كو اكس، و2 كو اكس اسرع من لين 2 كو اكس. بضل علي هلا ايش؟ اكس تربيع، وين احطه؟ فعشان هيك بيجي بقسم اول، مثلا بمشي على التعريف على الليمت، فبيجي مثلا بحكي على فرض مثلا بدي اخذ اول 2 مثلا، هاي الليمت، وبيجي بحكي هاي اكس تربيع وهي 2 كو اكس، بدي اشوف انه اسرع فيهم لما اكس بتروح لما لا نهايه. او ممكن تقارن، ممكن تقارن اكس تربيع مثلا مع لين 2، مزبوط. فانت اي شيء اي ترتيب بدك اياه بدك تشتغل عليه. فلو جينا اخذنا الليمت هاي مثلا، واضح انه البسط بروح لما لا نهايه، والمقام بروح لما لا نهايه، وبالتالي بقدر اشتق فوق وتحت على الهوبيت الرول، فبصير عندك هون 2 اكس. هلا حدا فيكم بيعرف شو مشتقة 2 كو اكس؟ اذا بتتذكروا كل شيء زي ما هو، مشتقة اللي فوق واحد في لين اللي تحت لما اكس بتروح لما لا نهايه. طبعا لسات البسط بروح لما لا نهايه والمقام بروح لما لا نهايه، فبشتق كمان مره، فبصير الليمت لما اكس بتروح لما لا نهايه فوق بصف 2 تحت بصف 2 كو اكس في لين 2 تربيع. تمام، وواضح هاي انه في عندنا طبعا ايش هون رقم بقدر يطلع لبرا، فممكن نحكي مثلا هي عبارة عن 2 على لين 2 تربيع، هي كلها رقم، بيظل الليمت لواحد على 2 كو اكس لما اكس بتروح لما لا نهاية، وهي المقام بروح لما لا نهاية، سو ذس از زيرو، فبطلع الجواب زيرو. فما دام طلع الجواب صفر معناته الباص ابطأ، او ممكن نحكي انه ايش 2 كو اكس جروز اللي هو المقام جروز فاستر، فاستر ذان اكس تربيع. اذا هلا انا استنتجت ان 2 كو اكس هي اسرع من اكس تربيع. بضل علي اقارن ايش هلا مثلا؟ بضل علي اقارن اكس تربيع مثلا مع لين 2 كو اكس، اشوف وين ترتيبها. فبروح بعمل كمان ليميت، بيجي بحكي هلا بدي اروح اقارن اللي هو، بدي اقارن اللي هو الاكس تربيع، بدي اشوف انه اسرع اكس تربيع ولا لين 2 ايش هو اكس. فباخذ الليمت لإلهم، قسم واحد على الثاني اللي بدك اياه. فمثلا لو قسمنا اكس تربيع على لين 2 كو اكس لما اكس بتروح لما لا نهايه، هلا واضح انه البسط بروح لما لا نهايه والمقام بروح لما لا نهايه، على الهوبيتال رول بقدر اشتق فوق وتحت، فهي اشتقينا فوق وتحت. هلا بدي اشتق المقام، لما اشتق المقام طبعا كل شيء مثل ما هو، فمشتقة اللي فوق واحد في لين اللي تحت التعريف، كويس. ولساته الجواب انفينيتي على انفينيتي، فبشتق كمان مرة فوق وتحت، ففوق المشتقة 2 تحت كل شيء مثل ما هو، فمشتقة اللي فوق في لين اللي تحت، فبصير عندك لين لين اللي تحت، وبالأصل هو موجود بالأول، فبصير تربيع. فلو طلعنا كل الارقام برا هلا، اللي هي عباره عن 2 على لين لين 2 الكل تربيع، ظل عندك الليمت لمين؟ لواحد على لين 2 كو اكس، والمقام بروح لانفينيتي، اذا الجواب زيرو. دائما المقام بروح لانفينيتي والجواب سوري، دائما المقام بروح لزيرو والجواب بيطلع انفينيتي. ليش؟ لانه لين 2 يا جماعه، لين 2 رقم بين 0 و 1. تعال نرسم لين، هاي لين الاكس، هاي لين الاي، طلعوا لين لين الاي لين الواحد 0، يعني خليني اوضح لكم اياها، طلع كيف لين لين الواحد 0، معناته لن الواحد، خلينا ابسطها اكثر، انا بعرف انه 2 اكبر من الواحد، معناته لن الواحد اقل من لن 2، معناته لن 2 اكبر من الصفر. هي اول خطوه زي ما كان مكتوب هون، شايفين كيف؟ هي هذه الجمله صحيحه، يعني 100% المكتوب هون، هاي مكتوب هون لن 2 اقل من واحد واكبر من صفر. هلا ايضا 2 هي اقل من اي، معناته هي اقل من لن الاي، معناتها هي اقل من واحد، فهي الخاصيه مهمه جدا.
هلا ما دام لين الاي بين 0 و لين 2 بين 0 و 1 حسب بدايه درس اليوم زي ما حكينا، معناته لين 2 هو اكس، اذا بتاخذ لها الليمت لما اكس بروح لما لا نهايه بيطلع الجواب 0. فلما يكون عندك المقام هون 0 بيطلع الجواب ايش؟ انفينيتي. ما دام انفينيتي معناته انه الاسرع حلا، معناته الاسرع البسط، معناته اكس تربيع هو الاسرع. فشو بيجي بحكي هلا؟ بيجي بحكي بالنهايه تحت انه اكس تربيع grows faster than ايش؟ لين 2 قوى اكس. معناته الترتيب تبعنا شو بصير؟ الترتيب تبعنا هلا بصير عندك ابطا شيء لين 2 قوى اكس، بعدين ايش بيجي عندك؟ اكس تربيع لانه اسرع منه، بس انا تاكدت انه اكس تربيع هو اسرع من 2 قوى اكس، وشاف هاي 2 قوى اكس هو ايش؟ ابطا من ايش؟ من اي قوى اكس. اذا هذا هو الترتيب، لين 2 قوى اكس ابطا شيء، الاسرع منه اكس تربيع، الاسرع من اكس تربيع هو 2 قوى اكس، والاسرع من 2 قوى اكس هو اي قوى اكس. طبعا هذا الكلام كلياته صحيح as x goes to infinity. وبهي الصوره طبعا بنكون احنا رتبنا ايش؟ هاي الفانكشنز من الابطا للاسرع. طبعا السؤال اللي حليته انا قبل شوي هو عباره عن سؤال رقم 8 من اسئله الكتاب، ومطلوب منا رتب هاي الفانكشنز من الابطا للاسرع as x goes to infinity. طبعا انا رتبت لكم اياهم بطريقه سريعه على الحل، ولكن بامكانك تبلش تقارن اول اثنين مع بعض وتشوف انه الاسرع، بعدين تشوف الاثنين اللي بعدهم وانه اللي اسرع وانه اللي ابطا، نفس الحاجه بتروح على اللي بعدهم، وبالنهايه بتحصل على مثلا معرفه انه الاسرع منهم وانه الابطا، وفي الاخر بترتبهم مثل ما رتبناهم، طلع معنا الترتيب الصحيح بهذا الشكل. فهذا سؤال هو عباره عن سؤال رقم 8 من اسئله الكتاب.